السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم الاول بعد الحظر الشامل في تركيا، هذا الكورنيش بدا يملي بالناس، وان شاء الله يا رب صحه وسلامه للجميع. تعدي ازمه الفيروس على الكل بخير، الله يحفظ كل اهلنا واصدقائنا ومعارفنا، وان شاء الله يا رب ترجع الحياه الطبيعيه، نرجع نقدم لكم البرامج السياحية، نرجع نصور لكم كل الأماكن الحلوة اللي انحرمنا منها بسبب موضوع الفيروس. اليوم الجولة بالبايسكل كلش اشتاقت له، صار تقريبا بحدود يعني من بداية شهر رمضان مبارك طلعت أشياء خفيفة. إن شاء الله ترجع الحياة أحلى. اليوم الكورنيش يعني زين، بي ناس هذا الساحل، جولة على الكورنيش بالبايسكل تمتع بها أكثر من ما تتمشى. حتى بالنسبة للتصوير صراحة أحس متعة بالتصوير واني على البايسكل. يعني لو أتمشى ممكن دقيقة واحدة أمل من التصوير، بس حاليا إيش قد صار؟ صار أكثر من دقيقتين ما مليت من التصوير أبد. يوم الأجواء كلش حلوة، طبعا الجو وربيع مو بارد، بدينا بالملابس الصيفية. هذا هو ساحل مدينة طرابزون، الأمواج اليوم تخبر. منها عرسان قاعد يصورون، ألف مبروك. هذا من المطاعم الكلش حلوة اللي على البحر، دينز جاردنز. هذا الميناء الخاص بزوارق الصيد، حتى اليخوت هم كذلك، بس اكثر شيء زوارق الصيد. صاير على الساحل مباشرة، طبعا 4 دقائق ولا حسيت بيها. ان شاء الله تكون عجبتكم. تقبلوا تحياتي، معتز عبد العال من طرابزون.